كل ما إنسان كان سمينه ضعف من غير معناتها استشارات أخصائيين يوليو يشكوا في الماكلة الكل ويخافوا من كل شيء حتى كي ياكلوا يوليو يحسوا بال أي والمعدة ما تحسش أي. المعدة يعني ما عادش تقبل بالطبيعة لا هي المعدة تحسها لا المشكلة أكثر بسيكولوجية هي تخاف من الماكلة تخاف لا تعاود تسمن تولي من غير ما تشعر يعني يلزم عاش كانت تحب تفضلنا نتعمل استشارة كبيرة نشوفوا المواد الغذائية الكل ونجم نهنيها فما حاجات اللي ما عادش تخمم فيهم نجموا يسمنوها وتحسن زادا ونشوفوا أكثر زادا 30 كيلو اللي تنحاو يا هل ترى تنحاو على الكتلة العضلية ولا على كتلة الشحوم على خاطر ديما نركز راهو بخلاف الميزان اللي نشوفوا الطول مع الوزن ماهوش كافي راهو فما حاجة أساسية هي شنو معناتها وخاصة كي تطلع ماهيش قاعدة تنوع كيف ما يلزم يعني طول الوقت يولي بدنها ناقص حاجات ناقص 100% معناتها الفيتامينات الأملاح المعدنية تركز على كيف ما قالت مثلا الخيار والتفاح وما تنوعش برشا يصير يعني ما تحققش كل الفيتامينات اللي حاجتها هذه يصير لها نقص نقص كبير في المواد الاساسيه هذا هو موعدنا الخاص بنصائح الغذائيه شكرا ليك هدى يعطيك الصحه